احنا اليوم يعني كل العالم كله يتتبع هذا يعني التبعات. كنا ننتظر ان هذا الفيروس ستتم السيطره عليه بالادويه. الناس تبحث في الادويه الناجعه ويفهموا كيفاش الطريقه ديال العلاج اللي اليوم ولا اصبح يعني متحكم فيها اكثر فاكثر، ولكن مازال ما لقيناش العلاج الشافي والكافي من اجل انقاذ حياه الالاف ديال الناس. هذا اللقاح اللي يشتغلوا عليه 47 ديال المختبرات في العالم ولا اكثر، يعني خلق واحد الامل، لان اللقاح كما كتعرفوا اللقاحات ادت الى يعني السيطره على واحد الاعداد ديال الامراض اللي كانت عرفتها البشريه، واليوم يعني اصبحت في خبر كان، وهذا الشيء يمكن لنا الا نفرحوا له. ولكن هاد اللقاحات اليوم يعني اللي تنتجت بواحد السرعه فائقه اكثر من السرعه اللي كانت تنتج بها اللقاحات سابقا، يعني انا مازال ما استكملتش يعني التجارب السريريه الثالثه ديالها، والبعض منها ما كاينش عليه يعني بعض المنشورات في مجلات علميه باش يمكن يطلعوا الناس ويثقوا. اللي كاين هو انه عطاونا هاد الناس كيقول لك هذا اللقاح راه يعني عنده 95% الفعاليه كذا كذا، بداو الناس الامل تيكبر والدول كتستعد باش تلقح الشعوب ديالها. ولكن اليوم حنا كنشوفوا بانه كاين هناك دي ميتاسيون ديال هذا الفيروس كثيره، واليوم كنسمعوا بواحد لا ميتاسيون شرسه ظهرت في بريطانيا، ظهرت كذلك بعض الحالات في ايطاليا، في دول اخرى استراليا وكذا، وكتجعل انه حتى المنصف يعني سلاوي كيقول بانه هذاك اللقاح اللي دارته بفايزر مع بيونتك انه ما غاديش يكون فعال ضد هذه الشريحه الجديده اللي بانت. كل ما يمكن ان نتمناه هو انه يكون هناك بحث باتجاه الدواء، لان الدواء غادي يسهل علينا الماموريه باش يمكن اننا نحاربوا هذا الشيء هذا في انتظار العوده الى حياه عاديه اللي غادي يرجع فيها الاقتصاد. لان هذا الشيء ديال هذه الجائحه يعني ادى الى كوارث اجتماعيه والى يعني انتكاسه كبيره اقتصاديه، ويعني العالم كله في ترقب وهناك خوف كبير، وهذا الخوف هو يعني ما يعني عنده تبعات اللي هي يعني مخيفه من النسب ديال الناس اللي كتنتحر، ولا النسب يعني هذا الشيء كله تيجعلنا احنا كمغرب ناسف لشيء إن هو اننا ماشي دوله متقدمه، وحنا عندنا المختبرات جالسين تنبحثوا في الادويه وتنبحثوا في اللقاحات وكنخدموا وما عندناش الماده، لان هو الباحثين ديالنا كيبحثوا في دول اخرى ومزيان اللي غتستافد بهم العالم، لانه الا تلقات شي حاجه راه غادي تستافد منها البشريه كلها. هذا هو اللي كاين اليوم، يعني نحن في حاله ترقب في الوقت ديال لا يقينيات، لا نعرف غدا كيف سيكون ولا الحالات كيفاش غادي تكون، واش هاد العينه غادي تنتشر بسرعه ولا غادي تقتل اكثر، ولا يعني كل هذا الشيء كيجعلنا يعني تنتسالوا كذلك على هذه الاختيارات التي مورست في دولنا واللي جعلت ان الدول تترفع يديها على الصحه وعلى التعليم، حتى ولينا خاصين دابا الاطر، خاصين الاسره، خاصين المستشفيات باش يمكننا لا قدر الله نستقبلوا يعني المرضى. وهذا الشيء اللي يمكن لي نقول يعني انه ما كاينش شي جواب على هذا الشيء هذا. كل ما يمكن ان نقول نتمناو انه هاد الباحثين يلقاو الادويه ويلقاو اللقاحات اللي هي ناجعه وما كتشكل حتى خطوره باش يمكن لنا نطويو الصفحه ديال هذا سارس كوف 2 وننتقلوا الى محطه اخرى اللي فيها الصحه وفيها امكانيات بناء. ابدا اللقاح دابا شوف كيف كنت قلت لكم، انا مسؤوله على ما اقول ولست مسؤوله على ما يفهمه الناس، لانه دابا المشكله هو انه في الدول المتقدمه كتلقى الجميع عندهم بعدا واحد ثقافه دنيا مشتركه لو مينيموم كنقتسموه، يعني كل واحد كيفهم بانه راه الدواء كيفاش كيتخاد، الانتيبيوتيك علاش كيصلاح، هذه على الاقل بلا ما يكون طبيب، بلا ما يكون حتى مشى للمدرسه. اذا انا بطبيعه الحال الادويه هي واحد الطفره في الحياه الانسانيه. اللقاح اللي هو ماشي دواء، اللقاح هو كيعطيوك واحد الجرعه باش يمكن لك تطور المناعه باش الا كنتي امام الفيروس كيمكن لك تحاربه. هذا الشيء فسرته، حاولت نفسر شي شويه للمغاربه. بالعكس انا جاوني الناس تيقول لي شكرا لانه وضحتي لنا واحد العدد ديال الامور. اللقاح مزيان الا كان فعال وما كيشكل حتى خطوره، هذا هو اللي قلت انا. من يكون اللقاح مزيان وما تيشكل حتى خطوره وفعال معلوم،
حنا راه جلبنا على بزاف الحوايج، ولكن ما يمكنش اننا واحد اللقاح مازال ما داز المرحله السريريه الثالثه وما كاين حتى شي منشور علمي عليه، وتنسمعوا البيرو وقفوا راه واحد السيد جات واحد لا مالادي ميونيتير، كانت واحد السيده في التلفزيون كطيح، يعني هادشي كيخلع. ولهذا حنا حتى حنا بشر، بشر واخا عندنا شي شويه ديال المعلومات موجوده، بالعكس انا كنطلب من الاطباء المغاربه وموجودين وكثار والطبيبات واخصائيين ياخذوا الكلمه ويوضحوا للمغاربه. حنا ما بغيناش نخلعوا المغاربه ابدا، ولكن بغينا ننوروهم، بغينا نقولوا لهم بانه راه الجلبه اللي غادي ديروها كنتمنى ان شاء الله غدا تكون واحد الجلبه اللي هي فعاله وما تكون تتشكل حتى شي خطوره، وديك الساعه راه خصكم ديروها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.